هنا القاهرة. مغامرات مغامرات خروف تمثيلية يكتبها في حلقات طاهر أبو فاشا ويخرجها محمود السباع. الحلقة الأولى. الشحية بتحية خروف نصح وبعدين بقى أنصحها يعني؟ الشحية بتحية خروف نصح يا بنت انت اصطبحي وقولي يا صب. يا بنت الحلال مش كده. يعني مش عايزه تسمعي الكلام؟ استحيه بتحيه خروف نطح. طب مالك انت يا بنت يا لوزي ومال الخروف؟ قطعني يا الله قطعني. تستاهلي تعالي قومي تعالي كده برضو تنطحها يا زاكي. لا خلاص بقى عشان تحرمي تيجي عند الخروف. فوتي قدامي. الوقت انا غلطان لهم في ايه؟ انا اللي بعاكسها ولا هي اللي بتعاكسني؟ على كل حال المسامح كريم. انا شخصيا ما فيش في قلبي حاجه، بس هم. لكن هم مين الناس دول؟ ايه وايه اللي جابني عندهم وجايبني ليه؟ يعملوا بيا ايه؟ طب الحمار بيركبوه والطور بيشغلوه، لكن انا جايبني هنا ليه؟ تكونش المساله حكايه استخفاف دم؟ هما لازم مستلطفيني. تكونش لطيف ياض يا زكي، ولا انت مش واخد بالك؟ هي لازم الحكايه كده. ما فيش ميه في الجردل عشان اشوف نفسي. اما زعق لهم على الميه. مالك يا زكي؟ ما ايه مال؟ ما انت عطشان؟ ما عاوز تشرب؟ ما طيب حاضر. ده ناقص عليه الكلام. طب ما انا بتكلم. الله الله الله، ايه؟ مين اللي بيتكلم ده؟ ماء. انا هجيب لك الميه حالا. ماء. طول بالك عليا. راجل طيب عم حسنين، ناس طيبين من يوم ما وعيت وانا لاقي نفسي عايش عندهم. والله يا سيدي ما شفت الا برسمهم ودرسهم وخيرهم على راسي، بس مش فاهم بيعملوا معانا كده ليه؟ عليهم من ده بإيه؟ وادي المية يا زكي. برس. أيوة يا بنت يا نزهة. المية والأكل وينظفوا مكاني. يعني خدامين عندك يا واد يا زكي؟ هما لازم مستلطفيني. مفيش كلام. وشك جميل، العيون عسلية، والقرون ملوية، بس لو كانوا يجمعوا بيني وبين الحلية الولية زكية، أنا عارف إنها بتبصلي، وأنا كمان بحبها. ما احنا اتولدنا مع بعض وتربينا مع بعض. ما انساش يوم ما خدونا وخدوا أمنا معانا على المراح
وبعتونا نقمقم ورا الحمار والطور. والله ايام. هات الحولي والحولية اللي عندك يسرحوا ورا البهايم يا بنت. استني يا ابراهيم روح هاتهم وياها. ما 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 هم واخديننا على فين يا زاك؟ خلاص من هنا ولايح هنسلح ورا البهايم كل يوم. نعمل ايه؟ نجلي ونلعب. تعالي معايا. يلا. ما 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 اوعى ياد الخروف والحلية يتسربوا. الحقهم يا ولد. شوفي شوفي قلة الذوق بقى. خايفين احسن نهلب منهم وهم بس عايزيننا لايه؟ هش هش هنا. تعال. صوفي صوفي بقى الواد ده هيقعد يصحطط فيا ازاي؟ معلش يا اخويا امسي معاه. تعال. الحمد لله اللي ما احناش حميل كانوا لكبونا. قولي انت الحمد لله اللي احنا مستلان كانوا علقونا. صوفي 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 الطول قد ايه وسحبينه. صوفي الحمال قد ايه ولكبينه. الحمد لله ان احنا خلفان. صوفي الزلع يا زكي. صوفي الميه يا سكيه. يلا نزربح. الواد ابراهيم يجي ولانا. ما تبقاش كبان. انا مش كبان انا خلوف. يلا يلا ولايا اللي يحسنني يغلبني اللي يحسنني. يلا يا بنت دخليهم واجري هات امهم من المراح. يلا. ايه رايك بقى في فسحه النهارده؟ مش بطاله بس امنا لاحت فين؟ مش فاهم خدوها فين النهارده؟ اهي هيا. ما 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 بنت قولي خلاص بقى. انت كنت فين النهارده؟ خدوك الملاح ليه؟ بتقولي خلاص احنا كبلنا وانت ما بقتيش امنا؟ وبوك لا يفلقون عن بعض. ناخد بالنا من نفسنا واحنا لسه صغيرين. هتسيبنا لمين يا ما؟ الله يحفظك يا أد يا ابراهيم. اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. امال انا ليه مسميه زكي ومعلق له الجلجله دي ليه؟ فعلا انا ما شفتش خروب بالشكل ده. اندهله كمان يا ولا. اندهله انت يا عم حسنين. تعال تعال يا زكي. شفت شفت. هات زكية يا بنت يا نزهة. زكية دي تبقى مين رخرة؟ تبقى الحلية. انت واد هتشتغل حاوي ولا ايه؟ شوف يا عم حسنين شوف. روح يا زكي. استنى يا بيت استنى. تعال يا زكية تعال. تعال يا زكي. روح يا زكية. روح يا زكية. يلا يا دي ابراهيم فض السامر ده بقى. تعال يا زكي تعال يا زكية. تعال. انت اصلك بله ما تبيتهمش مع بعض يا دي ابراهيم. روح يا زكي. ما تعال يا زكي. ما روح يا زكية. ما تعال يا زكية. ما ايه يعني فيها ايه دي عشان يضحكوا ويصهللوا؟ وحكاية زكية يبعدونا عن بعض ليه؟ ما ما مش فاهم انا حظهم في كده ايه؟ ما انا بحبها وهي بتحبني ليه يبعدونا عن بعض؟ ما زكية بتندهلي غصب عني يا زكية. ما مش بخاطري
ده انت عارفه ربطني من رقبتي. ما طيب طيب ما ما ربطني وقفلين الباب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما اقدرش اشد الحبل ده كده. الله، ده الحبل ساب اتفك، بس الباب مقفول. الله، الباب مفتوح، بس افتحه ازاي؟ مين يزق الباب؟ الله، الباب بيتزق، الهوا بيزقه. الباب اتفتح. زكية، زكية، يا خبر ابيض، الحق يا عم حسنين. عم حسنين، ايه عم حسنين؟ مالك يا ابراهيم؟ سيب الخروف يا عم حسنين. زكي، ايوه ايوه يا عم حسنين. ماله يالا؟ اتصرف اتصرف. ايوه هرب. يا خبر، مغامرات مغامرات خروف، تمثيلية يكتبها في حلقات طاهر ابو فاشا ويخرجها محمود السباع.